أنا بأخذك على حاجة من الحاجات المتعلقة بالثانوية العامة. اختبار القدرات بالثانوية العامة يتم تحديده عبر موقع التنسيق. طيب خلونا نفهم أكتر على هذا الموضوع مع سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا يوسف بيه، كل سنه وحضرتك طيب. ازاي حضرتك يا استاذ سيد؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، بنحمد ربنا. الحمد لله على كل حاجه. قول لنا بقى المواعيد بتاعه امتحانات القدرات هنعمل ايه؟ ان شاء الله طلع بيان صحفي النهارده من معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور بتحديد موعد ومكان واداء اختبار القدرات للطلاب الثانويه العامه الحاصلين عليها هذا العام. ودي اللي هتبدا من يوم السبت 15 حتى يوم 27 يوليو باذن الله. احنا بنخش ولادنا بيخشوا يسجلوا على الموقع؟ الطالب بيدخل برقم الجلوس والرقم القومي وبيتحدد له ميعاد الامتحان والمكان واليوم والكليه، الطالب طبعا الكليه اللي الطالب اللي بيختارها عشان يؤدي الامتحان فيها. وفي حاجه ثانيه طبعا، احنا بنبدا اختبار القدرات قبل اعلان نتيجه الثانويه العامه. يعني لان من حق كل طالب دخل الثانويه العامه هذا العام ان هو يقدم في اختبار القدرات لو هو عاوز يقدم فيها. يعني ايه انواع اختبارات القدرات يا فندم؟ احنا عندنا اختبار قدرات في كليه فنون جميله، فنون تطبيقيه، تربيه رياضيه، تربيه موسيقيه، تربيه فنيه، وبعض كليات التربيه النوعيه اللي فيها اقسام تربيه فنيه وتربيه موسيقيه. عظيم جدا. الكليات دي لازم عشان الطالب يدخلها لازم يكون عنده المهاره وعنده الموهبه اللازمه، فالامتحان دوت بيقيس قدره الطالب على ان هو يقدر يمشي بالكليه ديت ام لا. عظيم جدا عظيم جدا. تمنياتنا لكل اولادنا باذن الله بالتوفيق في الامتحانات بتاعت القدرات للاولاد اللي ناويين يقدموا فيها. طيب بخصوص قدرات بقى الدبلومات المدارس الفنيه، طبعا ده بالنسبه للثانويه العامه الميعاد اللي هو من 15 لعند 27. احنا بالنسبه للدبلومات الفنيه بيتعمل لهم مرحله قدرات لوحدهم، وكذلك برضو الطلاب الحاصلين على شهادات الثانويه المعادله العربيه والاجنبيه يبقى لهم برضو مرحله لوحدهم باختبار القدرات. ودي حددت ولا لسه هتحدد؟ لا ده بتحدد بعد ما تجيلنا النتائج من الدول العربيه، لان احنا مرتبطين بنتائج الشهادات المعادله بتجيلنا من الدول العربيه، فما علم جميع النتائج تجيلنا عشان الطلبه كلهم يقدموا الاختبار مع بعض. يا رب يوفقهم جميعا. يا رب ويقويكم يا فندم ابنائنا جميعا. اللهم امين. اشكرك يا فندم، كل الشكر حضرتك الاستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. إذن ادخلوا يا جماعة شباب الثانوية العامة، خشوا برقم الجلوس على الموقع، ابدأ سيادتك احجز الميعاد بتاعك او يعني سجل نفسك علشان تخش امتحان القدرات طبقا للكلية اللي انت بتقدم فيها.